أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج متر الصحافة لهذا اليوم، نطلع بها على أهم وأبرز الأحداث. الفلسطينيون يرفضون إسكاتهم بعد إغلاق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، وذلك بقرار من إدارة ترامب بالأمس. بهذا الموضوع أبدأ وأنتقل إلى الملف العالمي والعالم العربي. جاء على القدس العربي، قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين وتهدم مساكن في الأغوار وتجرف أراضٍ في بيت لحم. وفي القدس العربي أيضاً إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بشكل نهائي. أما في الرأي اليوم، الفلسطينيون في واشنطن يرفضون إسكاتهم بعد إغلاق بعثتهم الدبلوماسية التي أمرت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الرأي اليوم أيضاً، منظمة العفو الدولية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يشرع عن الحملة الانتخابية العنصرية في الدولة العبرية. وفي روسيا اليوم، انطلاق صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة. أما في CNN، إسرائيل تحتجز أمريكية وواشنطن القرار بيد إسرائيل. احتجزت إسرائيل لارا القاسم طالبة دراسات عليا أمريكية من أصول فلسطينية في مطار بن غوريون الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع بتهمة دعم حركة مقاطعة لإسرائيل. وأخيرا في الشرق الأوسط، المحكمة الإسرائيلية تبط في مصير الأمريكية المحتجزة لارا القاسم. إذا مشاهدين، كانت هذه أهم وأبرز العناوين في العالم والعالم العربي. وعودة إلى الحالة الداخلية وإلى قانون القومية، وما زال النقاش والسجال في تداعيات قانون القومية حتى اليوم، القانون الذي يمهد الطريق القانونية لتسريع مخططات الحكومة الإسرائيلية. بهذا الموضوع كتبت عضوة كنيست على النقابة المشتركة في التجمع ليفين أبو رحمون المقال الذي نعرضه الآن. قانون القومية يمهد الطريق لضم الضفة الغربية، بقلم نيفين أبو رحمون. يعبر النقاش الحالي بشأن قانون القومية عن فهم جزئي فقط لتداعياته، ويتجاهل جانباً رئيسياً. بطبيعة الحال ثمة ميل للتركيز على الأخطار التي يخلقها القانون بالنسبة لمفهوم المواطنة الإسرائيلية ولتداعياته المستقبلية على حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث أن القانون جاء لتجذير نظام التقسيم العرقي ولتقليص هامش المناورة القانونية لمكافحة التمييز ضد الظلم العنصري، ولكي يدمج كأساس دستوري في سياسة التهويد المستمرة والتمييز التخطيطي والموازنات ضد المجتمع العربي. كل هذا بالطبع مهم وخطير بما يكفي، ولكن من أجل قراءة الخريطة بأكملها علينا تركيز النظر أيضاً على جانب آخر من القانون، مخطط حكومة إسرائيل لضم مناطق جيم وفرض حل على سكان الضفة الغربية على شكل كونفدرالية مع الأردن. قانون القومية يمهد الطريق القانونية لتقدم سريع في هذا الاتجاه الذي تخطط له الحكومة، حيث قيادة المستوطنين هي القوة الأهم في الأحزاب التي تقودها. لهذا تسهل اليوم ظروف دولية وإقليمية بشكل خاص الظروف لضم مناطق جيم، بل أنها باتت ناضجة، هكذا يشعرون في اليمين. وهذه الإجابة الأساسية للتساؤل الذي طرح مرات كثيرة بخصوص حاجة الحكومة لقانون القومية، حيث من دونه طبقت إسرائيل كل البنود المتعلقة بالتمييز ضد المواطنين العرب. عن السؤال الواسع الانتشار، ما الجديد حقا في القانون؟ يوجد بناء على ذلك الإجابة واضحة: إعطاء شرعية قانونية لتطبيق مخطط الضم. إسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الضفة بواسطة استمرار التوسيع والترسيخ للمستوطنات، من أجل أن تخلق بهذا حقيقة قائمة معناها تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية. في شباط الماضي نشر في واشنطن بوست مقابلة مع الوزيرة أيلت شاكيد، كان عنوانها وزيرة العدل الإسرائيلية تشرح لماذا إدارة ترامب جيدة لمخططها بالنسبة للضفة. وفي المقابلة تقول شاكيد أن إدارة ترامب أقل انتقاداً بكثير بالنسبة للسياسة الإسرائيلية من كل الإدارات التي سبقتها، ويجب استغلال هذا من أجل تطبيق خطة الضم لمناطق جيم، وهذا بالتأكيد هو الوقت المناسب لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق. وأضافت: أعتقد أنه خلال 3 سنوات سيفهم المجتمع الدولي أن هذا هو الحل الصحيح. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والتي تقف شاكيد على رأسها صادقت على طرح مشروع يوسع الصلاحيات القضائية للمحاكم الإسرائيلية لتشمل مناطق جيم. إذا مر هذا المشروع فإنه سيضعف احتمالية قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم في المحكمة العليا، ويعزز السيطرة الإسرائيلية في المناطق. هدف هندسو الضم ليس السيطرة فقط على مناطق محدودة محاذية للخط الأخضر، بل على 61% من أراضي الضفة. منذ احتلال المناطق تتبع إسرائيل أساليب ممنهجة من القمع العسكري ضد سكان مدنيين محتلين، واستيطاناً مكثفاً، مصادرة أراضي، هدم قرى وبيوت وتدمير حقول وكروم. الاتجاه المتراكم هو تطهير عرقي زاحف. مناطق جيم هي ذات أهمية استراتيجية،
لأنها غنية بالموارد الطبيعية والمياه وخصبة وتشكل احتياطي أراضي مناسبة للبناء. بالطبع من دون هذه المناطق أيضاً ليست هنالك إمكانية لوجود دولة فلسطينية. قانون القومية يجب فهمه بناء على ذلك في إطار الخطة الإسرائيلية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، لا للقدس، لا لحق العودة، لا لدولة ذات سيادة. الاقتراحات الأمريكية الإسرائيلية تتحدث على أن مناطق ألف وباء والتي لا تضم القدس ومعظم الضفة ستكون جزءاً من كونفدرالية مع الأردن، حيث المسؤولية الأمنية عن المنطقة ستكون فعلياً أردنية. أيضاً فكرة الكونفدرالية بين غزة ومصر ظهرت في الاقتراحات. النضال ضد خطة الضم يجب بناء على ذلك أن يتحول لهدف أساسي لمقاومة قانون القومية ولكل مكونات النضال الفلسطيني والدولي. مفاهيم مثل مناطق ربما تبدو باردة قليلاً وليست ملموسة تماماً وليس لديها قيمة حساسة، ليس لها المعنى الوجودي الموجود لكلمات مثل القدس، ولكن يدور الحديث عن قرى وأشخاص يناضلون من أجل وجودهم ومستقبلهم مثل الخان الأحمر وكفر قدوم وغور الأردن. الأمر المطلوب حالياً هو النضال ضد بشارة النكبة الجديدة التي تحلق فوق رؤوسهم. إذا مشاهدينا، عن قانون القومية وضم الضفة الغربية، أستضيف معي النائبة عن القائمة المشتركة السيدة نيفين أبو رحمون. أهلا بك معنا. أهلا بك. نيفين، تركيز النضال من خلال قانون القومية على موضوع المواطنة هذا يؤدي إلى حصار النضال، كيف يمكن توسيع النضال السياسي؟ أولا قانون القومية هو نقلنا إلى مرحلة سياسية مختلفة. نعم. في التعامل معنا كفلسطينيين ومع الحالة السياسية الفلسطينية، هو انتزع شرعية وسيادة الشعب الفلسطيني على الحيز الفلسطيني على المكان يعني، وبالتالي نضالنا يجب أن يكون أولا من منطلق شعب فلسطيني، من منطلق رواية تاريخية فلسطينية، ومن منطلق الملكية التاريخية لكل شعبنا الفلسطيني. باعتقادي قانون القومية شكل نقل نوعية حتى في مفاهيم الدستور الإسرائيلي في التعامل معنا كفلسطينيين، وفي محاولة خلق واقع مختلف لتعاملنا مع المحكمة. نعم. المحكمة العليا تحديدا، ويعني تقليص هامش المحكمة العليا. قانون القومية تحديدا باعتقاد عمل حتى يضم منطقة سي. أنا أنظر إلى منطقة سي للضفة الغربية كونها ضفة غربية عمليا بمساحتها كمنطقة استراتيجية لإسرائيل. عم نحكي عن عرقلة قيام دولة فلسطين، لأنه لما بنحكي عن المس بمنطقة سي والتلاعب فيها فهو عمليا يضمن السيادة الإسرائيلية على هاي الأراضي وعرقلة قيام دولة فلسطين. قانون القومية انعمل تحديدا حتى يكون في شرعنة ل مشروع الضم تحديدا لمناطق سي، مناطق سي اللي كانت نتاج عمليا اتفاق أوسلو. نعم، ولكن نيفين نحن لاحظنا أن موضوع ضم المناطق لم يكن على طاولة البحث عن لدى أعضاء الكنيسة العرب، وأكثر كان في المشهد الإسرائيلي. ما الذي دعاك أن تتمسك بهذا الملف خاصة بعد تشريع قانون القومية؟ صحيح. أولا أنا يعني في هاي المرحلة أقوم بتشخيص الحالة السياسية في السياسة الإسرائيلية موجود بقوة يعني. نعم. هناك تصريحات واضحة لشاكيد ولبنت حول أهمية مشروع الضم، مشروع ضم مناطق سي، وحول اقتراح حل كونفدرالية مع الأردن مثلا. نعم. يعني من يقرأ المشهد السياسي الإسرائيلي عليه أيضا أن يناضل وأن يمهد إلى عمل سياسي برلماني وشعبي يتلائم مع هذا الواقع. وأنا من هدول الفترة شهرين عمليا أنا في الكنيسة قمت في عملية تشخيص واضحة لكل التصريحات اللي عم بيقوموا فيها من جهة. في الأمس أيضا قمت في جولة ميدانية في المكان اللي رح نتحدث عنه، وبنات استراتيجية للعمل البرلماني جزء أساسي منها هو اهتمامي في قضية مناطق سي، لأنه بشوفها تتماثل مع اهتمامي في القضية الفلسطينية ككل، تتماثل مع اهتمامي في النضال الفلسطيني ككل أيضا في هاي المرحلة تحديدا ما بعد قانون القومية اللي حاول أنه يتعامل معنا بشكل واضح، هو تغييب للسيادة الفلسطينية وتثبيت الاستيطان، تهويد المكان، ومحاولة أيضا يعني التعامل مع هذا المشهد وكأنه طبيعي. وسألت ميسون أنه عمليا في تغييب، صحيح هناك تغييب واضح، هذا التغييب لأنه لم نتعامل مع مناطق سي كما نتعامل مع قضية القدس، مع قضية المقدسات. ولذلك رأيت أنه كتير مهم من خلال كتابتي للمقالات في عدة لغات هو تسليط الضوء على هاي القضية،
حتى تتحول لعمل عمل سياسي، عمل برلماني، وكذلك كفاح نضالي شعبي. نعم، ولكن ايضا نيفين هنالك مناطق غير خان الاحمر، نحن مشغولون ايضا في خان الاحمر في هذه الايام، وانت بالامس قمت في زياره ميدانيه الى مناطق سي ورايت شاهدت عن قرب هنالك ايضا مناطق مهدده في الاستيطان، مهدده ايضا في التهجير. ما هي صوره الوضع هناك؟ هلا عم نحكي، لما نحكي عن مناطق سي بنحكي على مساحات كبيره كثير، عم نحكي عن معظم الضفه عمليا. نعم. ومناطق سي حتى اذا ما نحكي تاريخيا بمفهوم اتفاق اوسلو كان يعني تم الاتفاق حتى لمرحله انيه سريعه حتى ايجاد حل دائم للقضيه الفلسطينيه، واحنا سنوات معها. نعم. فممكن حتى نحكي اكثر كخطوه سياسيه الى الامام، انه نيجي نقول شو المعنى اسا انه نتعامل مع مناطق اي وبي وسي اصلا يعني. نعم. تعالوا تنطالب كفلسطينيين وكقياده فلسطينيه، وهذا ممكن يتماثل مع عملي انه نمحي اصلا شيء اسمه مناطق سي، وتعالوا نشوف كيف ممكن احنا نساهم في حل للناس اللي عم بتعاني بشكل دائم، اصحاب الاراضي، المزارعين في مناطق سي، قرى كامله بتعاني من يعني محيطها 4 و5 مستوطنات. بالامس زرت انا، كنت يعني شاركت في اطلاق حمله قطف الزيتون تحت اسم الوجود مقاومه. نعم. اللي عمليا بتروح بتساهم في قطف زيتون، اتحاد لجان العمل الزراعي في مناطق سي تحديدا، لانه بعرفوا انه المزارع بهاي المنطقه بيعاني من الاستيطان من المستوطنين من جهه، من الاداره المدنيه الاسرائيليه من جهه، ومن الجيش الاسرائيلي ايضا. فصاحب الارض للملكيه الخاصه لإله كمان هو معرض بانتهاك هاي الملكيه، بالمس فيه، بعمله، بمصدر رزقه ايضا. نعم. زرت بلد اسمها يسوف، هي في محافظه سلفيت، هاي بلد لطيفة وادعة، أهلها طيبين، محاصرة في 4 مستوطنات. عم نحكي عن محاصرة بمفهوم اليومي حتى على الحياة اليومية. نعم. عمليا. نعم. كمان لا حتى ما في إمكانية يقدروا يدخلوا أراضيهن وينقبوا زيتون بشكل حر، في بوابة بالمستوطنة، هاي البوابة هي اللي بتحدد لهن ساعات وأيام وانت يدخلوا على أراضيهن. يعني مؤخرا كمان اعلنوا عن 23 بيت تحولت منطقته فجاه الى منطقه سي. احنا عم نحكي على بلد هي في منطقه بي، ولكن 90% من اراضيها. ولكن هل هذا جزء من السياده الاسرائيليه؟ هل هذا جزء من السياده الاسرائيليه ان بشكل وقرار فجاه يحولون 23 بيت او اكثر الى منطقه سي؟ يعني هناك هدف استراتيجي اسرائيلي بالسيطره قديش اكثر على الاراضي الفلسطينيه وتحديدا على مناطق سي. تمام، ولكن هل هذا ضمن الاتفاقات التي كانت مناطق سي؟ هذا خرق قانوني. صحيح، هذا خرق قانوني، ولكن الفلسطيني في نهايه الامر يعني يذهب الى المحاكم، وهامش المحاكم اليوم ايضا يعني عمليا قليل في التعامل مع قضايا الفلسطيني. نعم. ولكن السياده الاسرائيليه هي كمان تفرض حالها بادوات مختلفه بتدعيم المستوطنين، بمحاولة محاصرة الفلسطيني بشكل كتير كتير واضح. هذا بيوصلنا لوضع بأنه الفلسطيني غير قادر على مواجهة هاي السياسة الإسرائيلية من جهة، غير قادر على مواجهة المستوطن اللي يعتدي عليه وعلى زيتونه وعلى مصدر رزقه. نعم. وعلى بيته بشكل حر بدعم من الجيش الإسرائيلي. فهناك معاناة سياسية حقيقية، معاناة اجتماعية يومية لهذا الفلسطيني. أنا أدعو الجميع للاهتمام بقضية مناطق سي كقضية استراتيجية فلسطينية أيضا. نعم. يعني نعم. يعني التعامل مع هذا الحيز، عندما نتحدث عن مستقبل فلسطين، مستقبل الفلسطيني أيضا، نتحدث عن مناطق سي. نعم. نتحدث عن أهمية تسليط الضوء وتعميم حالة وعي على القضية كي نحملها برلمانيا وشعبيا على المستوى الكفاحي. يعني في الجولة بالأمس ميسون عدة قضايا طرحها، التقيت في أعضاء في مجلس القروي الموجود في البلد. نعم. وأشخاص اللي كانوا متطوعين أيضا في قطف الزيتون، فخرجت عدة قضايا ممكن أن نتعامل معها، مثلا قضية المي، 12 كوب في الساعة يدخل فقط إلى بلدة يسوف. نعم. ومن سنة أيضا ضموا كمان بلد اللي هي تستخدم فقط 12 كوب عمليا في الساعة. يعني عمليا البلد تعاني من أزمة مي اللي هي عمليا شيء أساسي لا يمكن أن نسكت عليه، لا برلمانيا ولا سياسيا ولا كموقف فلسطيني رسمي ولا إعلاميا أيضا.
بالفعل ربما هذا واجبكم انتم كاعضاء الكنيسة، صحيح عدا الصحافه، صحيح عدا عن موضوع هدم يعني المهدد هدم المنازل، عدا عن موضوع في 154 مثلا دونم ارض تم مصادرته مؤخرا. يعني عمليا المعاناه يوميه، وما في نقول انه اليوم منطقه سي هي بوضع نهائي، لأنه كل مرة هناك تجديد وهناك محاولة لمحاصرة الفلسطيني في هذه المنطقة. وإذا إحنا نتحدث عن قانون القومية وعلى تداعياته، لا يمكن أنه نعزل مناطق سي، لأنه أنا بشوف أنه قانون القومية تحديدا انعمل حتى يضم منطقة سي ويتقدموا في كل الاستراتيجية تبعت. لما بنحكي عن شكاد وبند، إحنا بنتحدث عن البرنامج السياسي للبيت اليهودي، يتحدث عن مخطط الضم بشكل كتير واضح. واليوم بتعرف ميسون أنه يعني من يسيطر على الحكومة الإسرائيلية هو اليمين الاستيطاني، وحتى على المؤسسات الإسرائيلية، فواضح أنه الاتجاه رح يكون لهم. أيانت شكيد أيضا توجهت إلى المجتمع الدولي وأكدت أن هذا هو الحل الصحيح لتطبيق السادة أو السيادة الإسرائيلية على المناطق سي، لكن أين هو دوركم أمام المجتمع الدولي؟ حلو. طبعا كمان هذا باب كتير مهم ميسون. مؤخرا القائمة المشتركة قامت في عدة جولات، يعني والتقت في عدة مجموعات دولية. وأطلعت الشركاء الدوليين على كل موضوع قانون القومية بجانب معين، ولكن حقيقة أنه لم يكن هناك تطرق لموضوع مناطق سي ولا لموضوع مخطط الضم. أعتقد هاي مسؤولية علي اليوم حتى نسلط الضوء عليها في القائمة المشتركة، حتى يتحول إلى عمل سياسي أيضا، وليس فقط مقولة أو مقال، أنه نقدر نحول هاي القضية لعملنا كقياديين، لعملنا في البرلمان، وعرقلت ما يمكن عمله أيضا في الكنيسة من خلال الأحزاب الصهيونية اليمينية اللي تحاول كل مرة محاصرة المزارع الفلسطيني بادعاءات مختلفة. يعني نعم، هنالك أيضا، هل يوجد تواصل بينكم وبين المسؤولون هناك في المناطق سي، مثلا مثل الوزير وليد عساف وزير هيئة الجدار والاستيطان، هل هناك تواصل لدعم آليات ضد ضم المناطق، أم كل يغني على ليلى فتحان؟ لا لا طبعا كل الجهات مهم أنها تتعاون للموضوع، لأنه بالآخر عم نحكي عن يعني مصير شعب كامل، عم نحكي عن تقرير مصير شعبنا الفلسطيني، وعملنا متداخل، عم نحكي باسم كل شعب الفلسطيني عمليا. انا مؤخرا كمان كنت في جوله في الخليل، والتقيت في اشخاص اللي هن موجودين في لجنه الدفاع عن الخليل، اللي هن مرتبطين كمان في موضوع الجدار والاستيطان. الوضع ايضا يعني مأساوي في الخليل، شفنا مشهد لا يقل صعوبه عن اللي عم نحكي عنه. المرحلة الآن هي مرحلة تشخيص أيضا، يعني أنا ما عندي اليوم رؤية واضحة لأحكي لك إياها وللمشاهدين، ولكن أنا عم بقول تعالوا سياسيا نلقي الضوء، نسلط الضوء على هاي القضية. سيترجم ذلك إلى عملي في البرلمان، وكذلك على المستوى الجماهيري والإعلامي أيضا. وأعتقد هاي الخطوة الأولى إلى تعميم حالة وعي أيضا للقيادة الفلسطينية، بأنها كمان تهتم بكل موضوع الكونفدرالية اللي عم تطرح أيضا على مستوى أنظمة اليوم. على مستوى الأمريكي والأردني والإسرائيلي، ولا يمكن أن الفلسطيني اليوم يقف متفرج. حتى على المستوى الرسمي يجب أن يكون موقف فلسطيني واضح، أنه يعني لا تنازل، وما في تهاون عمليا بكل التعامل مع مناطق سي. مناطق سي هي يعني لا نتعامل فقط على موضوع الزراعة والمزارعين أو الزيتون مع كل أهميتها ورمزيتها، ولكن نتحدث عن مستقبل فلسطين أيضا. نعم، النائبة عن القائمة المشتركة السيدة نبيه أبو رحمة، شكرا لك، كنت معنا اليوم في مترو الصحافة. وعودة أيضا إلى الملف الداخلي، لجنة المتابعة تحذر من تصعيد الملاحقات السياسية والمحاكمات الجائرة بحق الفلسطينيين، في حين أنه يتم تراجع حيز الحريات واستمرار النهج العنصري ضد المتهمين الفلسطينيين. بهذا أنتقل إلى الملف الفلسطيني والإسرائيلي. أبدأ مع وكالة وفا. مشروع قانون إسرائيلي يحدد مدة السجن المؤبد للأسرى بستين عاماً. تعتزم الكنيسة الإسرائيلية تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية. وفي وفا أيضاً الاحتلال يقتحم قرية خان الأحمر ويصورها. وفي وكالة معاً بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر المقبل. وفي معاً أيضاً لأول مرة بالون حارق جنوب تل أبيب. وفي وكالة وطن قوات الاحتلال تقتحم سجن عسقلان وتعتدي على الأسرى. وفي وطن أيضا مجلس الإفتاء يجدد التأكيد تسريب العقارات والأراضي للاحتلال حرام شرعا. أما في صحيفة الأيام الفلسطينية المالكي، اليونسكو تعتمد قرارات فلسطين بالإجماع.
في صحيفة القدس: إسرائيل تعتزم بناء أبراج السيارات قرب القدس القديمة. وفي موقع عرب 48 اتحاد البرلمانيين الدولي: نتابع تداعيات قانون القومية. قالت رئيسة اتحاد البرلمانيين الدولي جابرييلا بارون في رسالة جوابية إلى رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة النائب دكتور يوسف جبارين أن الاتحاد يتابع القضايا التي تم طرحها أمامه حول قانون القومية وإبعاده على المواطنين العرب في البلاد والعملية السلمية. وفي موقع عرب 48 أيضا: تراجع حيز الحريات، ملفات الرأي ملاحقة سياسية. أظهرت مداولات جلسات تمديد اعتقال القيادي في أبناء البلد رجغبري بين هيئة الدفاع والنيابة العامة الإسرائيلية استمرار النهج العنصري الذي تسلكه النيابة ضد المتهمين العرب بشكل واضح، حيث تعمد إلى تقديم طلبات تمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية في قضايا الرأي أو التحريض وفقا للإصطلاح القضائي الإسرائيلي فقط ضد المواطنين العرب، فيما لم يواجه أي متهم يهودي في ملفات التحريض العنصري المنادي لفعل عيني أي طلب تمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية. وفي موقع عرب 48 أيضا: لارا القاسم لمحكمة إسرائيلية: لم أعد عضوا في البي تي إس. ونشر أيضا في موقع عرب 48 لليوم: المتابعة تحذر من تصعيد الملاحقات السياسية والمحاكمات الجائرة. أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماع للسكرتارية في مدينة الناصرة على وقوفها إلى جانب جميع الملاحقين سياسيا ويمثلون أمام المحاكم ويقبعون في المعتقلات. وحذرت المتابعة في بيان صدر عنها من الهجمة السلطوية المتصاعدة على جماهير العربية وهيئاتها الشعبية وخاصة لجنة المتابعة والقائمة المشتركة لغرض تجريم العمل السياسي والنضال ضد السياسات الرسمية العنصرية والحربية. وفي صحيفة الإذاعات الإسرائيلية: لبيد، ستكون هناك مواجهة في غزة لأن الحكومة لم تفعل شيئا لمنعها. وفي موقع والله: النشاط الأمني في محيط غزة تم تنشيط القبة الحديدية بسبب التشخيص الخاطئ والكاذب. وأخيرا في صحيفة معاريف: ديدي هيراري إلى نيكي هيلي: الأم لا تترك أطفالها، لا تفعل ذلك. استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تركت العديد من الإسرائيليين في حالة صدمة وخوف من فقدان واحدة من أعظم الصداقات الإسرائيلية في الساحات الدولية. ديدي هيراري وهو صحفي ومذيع في 103 FM أعرب عن أسفه لمغادرة هيلي ودعاها إلى التراجع عن قرارها أو المجيء إلى إسرائيل وتترشح للانتخابات المقبلة ولرئاسة الوزراء. إذن مشاهدينا، وما زالت إسرائيل تلعب دور اليتيمة بعد استقالة نيكي هيلي من الأمم المتحدة. إلى هنا نأتي لختام حلقة اليوم من برنامج متر الصحافة. لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.